في دبي وقعت إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. يعمل الطرفان بموجبها على التنسيق وتبادل المعلومات بهدف تحقيق المصلحة العامة والتي تتمثل في تأمين الحماية للأزمة لمنشآت شركة الاتحاد للقطارات. وقد نصت الاتفاقية في مجملها على دعم أواصر العلاقات المؤسسية بين الطرفين، السعيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية لتعزيز الريادي لدولة الإمارات في تأمين قطاع النقل والمواصلات في المنطقة.